وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته إلى القاهرة هذا اليوم في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، يجري خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتطورات الإقليمية الراهنة. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم لدى وصوله أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وعدد من كبار المسؤولين، وسعادة السيدة فوزية بنت عبد الله زين السفيرة مملكة البحرين في القاهرة وأعضاء سفارة المملكة. وفي قصر الاتحادية جرت لحضرة صاحب الجلالة مراسم الاستقبال الرسمية، حيث أطلقت 21 طلقة تحية لمقدم جلالة الملك المعظم، وعزف السلام على الملكي البحريني والجمهوري المصري. Thank you.
بعد ذلك صافح جلالة الملك المعظم كبار المستقبلين من الجانب المصري، كما صافح فخامة الرئيس المصري الوفد المرافق لجلالة الملك المعظم. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية. عقب ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جلسة مباحثات رسمية مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك في القصر الجمهوري بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أعرب جلالته عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأ أخاه فخامة الرئيس بمناسبة توليه فترة رئاسية جديدة، متمنيا لفخامته التوفيق في قيادة مصر نحو مزيد من الرخاء والسلام، معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الأخوية التاريخية مع مصر القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير. ورحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك المعظم والوفد المرافق، مؤكدا أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأشاد الجانبان بالمستوى المتقدم للتعاون بين البلدين، وأعرب عن التزامهما المشترك بتحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وشدد على أهمية استمرار الحوار والتشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية لصالح شعوب المنطقة. وأعرب الجانبان عن أطيب التمنيات لقادة الدول العربية الشقيقة بنجاح القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين في 16 من مايو المقبل، آملين أن تسفر عن نتائج مثمرة تعزز التضامن العربي والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وأشاد جلالة الملك المعظم بدور مصر التاريخي في النهوض بشعبها والحفاظ على أمنه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا المكانة المهمة لمصر باعتبارها رصيدا استراتيجيا حاسما لأمن الخليج العربي ومبادرتها البناءة في قيادة جهود السلام في الشرق الأوسط. بدوره أشاد الرئيس المصري بدعم البحرين الثابت لأمن مصر وتقدمها في ظل توجيهات جلالة الملك المعظم، وأعرب عن ثقته في نجاح قيادة البحرين في إدارة أعمال القمة العربية المقبلة، وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الوحدة والرؤى المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلام القومي العربي، وأكد ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لحل النزاعات والصراعات والحاجة الملحة لمعالجة الوضع المأساوي في غزة وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية ورفض أي خطط لمزيد من العنف أو التهجير، مؤكدين التزامهما بدعم السلم والأمن العربي والعمل معا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ودعا الطرفان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التصرف بشكل حاسم في معالجة الصراعات الإقليمية، بما في ذلك تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية. وشدد على الحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، كما دعا الجانبان إلى منع التصعيد في الشرق الأوسط، وشدد على أهمية خلق مناخ إيجابي للأمن والاستقرار والرخاء للجميع في المنطقة، وأكد على ضرورة التعاون لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل. وأكد الجانبان مجددا التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي وتكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتعزيز تضامن الدول العربية بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء للجميع في المنطقة.